حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأمرهم شورى بينهم. آية كريمة بها تتمثل الخطابات الملكية في افتتاحات أعمال مجلس الشورى كل عام. كل عام تأتي كلمات خادم الحرمين الشريفين واضعة الخطوط العريضة لسياسات المملكة العامة ومعالم الطريق لأهل الحل والعقد وأهل العلم والخبرة والاختصاص، مطرزة بمنجزات الوطن، مسلحة بالعقيدة السمحاء، مزينة بالشيم العربية الأصيلة.